بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أيها الإخوة الكرام، معنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ضيف البرنامج. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. في مستهل هذه الحلقة فضيلة الشيخ، لعل لكم كلمة توجهونها للأخوة المسلمين تحثونهم بها حول ترائي الهلال فضيلة الشيخ. نعم، ترائي الهلال لدخول شهر رمضان ولخروجه أمر مطلوب من المسلمين، لأن الصوم معلق برؤية الهلال، وكان الصحابة يتراءون الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل هذا له أجر عظيم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. فينبغي للمسلم خصوصا إذا كان ممن من الله عليه بقوة الإبصار أن يجتهد في ترائي الهلال، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع الناس؟ يصوم مع الناس ولا يخالف الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون والإضحى يوم تضحون. فيكون المسلم مع المسلمين، لا يتظاهر بالإفطار. نعم. بماذا يثبت دخول هلال شوال فضيلة الشيخ؟ يثبت برؤية الهلال بشهادة عدلين، بشهادة عدلين. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. بالنسبة ليوم عيد الفطر المبارك، ماذا يستحب لنا؟ يستحب للمسلم أن يكبر في أوله عند الخروج. نعم، صلاة العيد وفي المصلى، ويستحب أن يحرص على حضور صلاة العيد ولا يتخلف عنها، لأنها شعار من شعائر الإسلام، ولأجل أن يحصل على الأجر العظيم إذا ختم هذا الشهر بهذه الصلاة العظيمة وهذا المشهد العظيم وحضر دعوة المسلمين. إنه حري أن يحصل على الختام الطيب وعلى الأجر التام من الله سبحانه وتعالى، فلا يتكاسل عن صلاة العيد. ويستحب للمسلمين أن يظهروا الفرح والسرور في هذا اليوم، لأن هذا من الفرح بفضل الله. فالمسلم لا يفرح بالعيد على أنه انتهى من الصيام وأنه أبيح له الأكل والشرب فقط، لا يكون فرحه بذلك بشهواته، وإنما يكون فرحه أولا وقبل كل شيء أن الله من عليه بإكمال صوم هذا الشهر وقيامه، فهو يفرح بذلك، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وينبغي الإكثار من ذكر الله عز وجل، وينبغي إظهار الإفطار سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للجماعة. بالنسبة للأفراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يخرج لصلاة العيد، عيد الفطر، يأكل تمرات قبل أن يخرج للصلاة. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأكل تمرات قبل خروجه لصلاة العيد. وأما بالنسبة للمجموعة من المسلمين فإنهم يظهرون الإفطار والأطعمة في الأسواق والشوارع، ويجتمعون عليها ويتلاقون فيما بينهم، ويسلم بعضهم على بعض، ويظهرون الفطر ويأكلون مما رزقهم الله
في هذا اليوم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح، إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة، فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟ لا بد من صلاة الجمعة، فالإمام يجب عليه أنه يحضر ويقيم صلاة الجمعة بمن حضر معه، ولو لم يحضر معه إلا اثنان فأكثر فإنه يقيم صلاة الجمعة ولا تترك صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للمأمومين فمن حضر صلاة العيد فإنه لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، وإن حضرها فهو أحسن وأتم، لكن لا يجب عليه الحضور في هذا اليوم، ويصلي ظهرا، يصلي ظهرا. ولا ينبغي أن يفعل مثل ما فعل الجهال من سنتين، أنهم أقاموا الظهر في وأذنوا للظهر في المساجد وأقاموها ظهرا، هذا لا يجوز، لم يكن السلف يعملون هذا. وإنما الذي لم يحضر صلاة العيد يصليها ظهرا، وإن جاء معه أحد فإنهم يصلونها بدون أذان، يصلون بدون أذان سواء صلوها في المسجد أو في بيوتهم أو في أي مكان، لكن لا يؤذن لها مثل ما يؤذن للظهر في سائر الأيام. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، والأمة الإسلامية تستقبل هذا العيد المبارك بإذن الله عز وجل، لعل لكم كلمة توجيهية بهذه المناسبة. نعم، العيد الله جل وعلا جعل المسلمين عيدين، كل واحد منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، صيام رمضان، وعيد الفطر بعد أداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، فهذان العيدان بعد ركنين من أركان الإسلام، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنما الأعياد التي تزيد على عيد الفطر وعيد الأضحى هي أعياد جاهلية، وهي من أعياد الكفار، لا يجوز للمسلمين أن يزيدوا في، لأن الأعياد عبادات، لا يحدث عبادة في دين الإسلام ليست منه، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عيد يجعل غير العيدين فإنه بدعة وهو مردود على صاحبه. وواجب المسلمين الإكثار من ذكر الله وشكره والثناء عليه، حيث مكنهم من صيام رمضان وقيامه، مع سؤال الله القبول أيضا، لا يعجبون بأنفسهم ولا يظهرون شيئا من المنكرات أو من المعاصي، فإن شهر رمضان يتبع بالطاعات، يتبع بالتكبير، يتبع بصلاة العيد، يتبع بصدقة الفطر، يتبع بستة الصيام ستة أيام من شوال، فيتبع بالطاعات ولا يتبع بالمعاصي والمنكرات. بل إن بعض السلف رأى قوما يضحكون في يوم العيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم فما هذا شأن الشاكرين، وإن كان هؤلاء لم يتقبل منهم فما هذا شأن الخاسرين، أو ما هذا شأن المذنبين، لأن شأنهم أن يستغفروا وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فيوم العيد إنما هو، وأيام العيد إنما هي أيام ذكر لله وشكر لله وطاعات وعبادات، ولا مانع من السرور والفرح المنضبط بالضوابط الشرعية، أما الخروج إلى المنكرات وإلى المعاصي وإلى تضييع الصلوات وتضييع الصلاة مع الجماعة وإلى إظهار شيء من المنكرات، فهذا ليس من مما يتبع به شهر رمضان، وليس هذا من شكر نعمة الله عز وجل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، مع دعائنا بأن يتقبل الله منا الصيام والقيام وأن يعيده علينا
في أعوام عديدة وأزمنة مديدة علينا وعلى الجميع بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، في ختام حلقات هذا البرنامج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بما سمعنا، وأن يبارك لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي كان ضيفا على البرنامج خلال حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر الفضيل المبارك. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في عام قادم إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.